إن أمة الإسلام تقدم التضحية تروى التضحية، بل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو أسوتنا عليه السلام. تحية لسيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسين عليه السلام وهو يقول هيهات من الذلة. الرئيس محمد مرسي رفض أيضا أن يعطي الذلة وأن يعطي من نفسه المهانة لهؤلاء الصهاينة الانقلابيين. ليعلم أبناؤنا وأحفادنا أن آباءهم كانوا رجالا، لذلك لا نتعجب. وقد قدم محمد البلتاجي ابنته أسماء هدية وقربانا لله، وقدم الدكتور محمد بديع ابنه عمار شهيدا وقربانا لله. وعندما حكموا عليه بالإعدام قال: عندما كنا نقول والشهادة في سبيل الله أسمى مالية، لم نكن نمدح بل كنا نقصد ذلك. إن إخوانكم في مصر هناك يعلمون أن طريق الإسلام طريق التضحية والبذل والفداء، لذلك هم يقولون لربنا جل وعلا: يا الله خذ من دمائنا ما شئت حتى ترضى، خذ من دمائنا ما شئت حتى ترضى، خذ من دمائنا ما شئت حتى ترضى. رحم الله الشهداء، رحم الله هؤلاء الرجال الذين يقفون متحدين للصهاينة ولمن وراء الصهاينة. أتدرون أن المعركة التي تجري على أرض مصر الآن إنما الغرض منها أن يقطع الشريان الذي يمد القضية الفلسطينية بينكم في أرض سلاطين الإسلام، في أرض الخلافة الإسلامية؟ هنا كان محمد الفاتح وسلاطين المسلمين، بل إن جدكم صلاح الدين الأيوبي قد جاء إلى بلادنا مصر والشام، ومن هناك انطلقت جيوش الإسلام لكي تستعيد المسجد الأقصى من الصليبيين. فهل يعيد التاريخ نفسه منكم، من رجالكم، من نسائكم، من أطفالكم، ومن رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا؟ نجعل منا يدا واحدة لاستعادة مقدسات المسلمين. تحية لشهداء الإسلام في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي الصومال والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان. أبشركم إخواني، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل تظنون أن أمة أنجبت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يمكن لها أن تركع إلا لله؟ هل لأمة أنجبت الحسين عليه السلام يمكن لها أن تركع إلا لله؟ هل لأمة أنجبت هؤلاء الشهداء، هل الشهداء يموتون؟ هل الشهداء يموتون؟ أم أن الشهداء بيننا أحياء؟ قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنا لا أقف بينكم لكي أشكو إليكم أن أحكاما بالإعدام